بيكم. هنحضر في فيديو النهاردة كفتة الحاتي، هقولك ازاي تعملي كفتة حاتي زي بتاعة المحلات واحلى بكتير جدا، نوع اللحمة المناسب، ازاي الكفتة ما تكشش مننا، وازاي نقدر نحافظ على شكلها وتدينا شكل وطعم وريحة المحلات ويمكن احسن كمان. كملي معي الفيديو ده للاخر لو عايزة تعملي كفتة ملهاش حل. انا بسمة الفيوم، لو اول مرة تشوفوني اعملوا سبسكرايب او اشتراك وفعلوا علامة الجرس لو حابين يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. ما تنسوش لايك وشير الوصفة لو عجبتكم، ويلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة والنجم بتاعنا هو اللحمة. نوع اللحمة يفضل انها تكون من الكتف او الضلع او خليط منهم هما الاتنين. كمان يفضل ان يكون فيها، لو انا هستخدم مثلا كيلو من اللحم هستخدم ربع كيلو من الدسم او ربع كيلو من اللية. ده اول اختيار. اختيار التاني ان انت ممكن تعملي نص كيلو لحم بقري عادي ونص كيلو لحم ضاني، الاتنين بيدوا نتيجة كويسة جدا. المهم ان يبقى فيه نسبة عالية من الدسم او الدهون في اللحمة بتاعتي، يعني حتى لو مش متوافر اللية بيبقى الدهن العادي. يعني وانت عند الجزار كده فهمي ان انت عايزة تعملي كفتة، وهاتي زي ما قلتلك بالظبط لحم الكتف او الضلع او خليط منهم هما الاتنين على ربع كيلو من الدسم او ربع كيلو من اللية الضاني. تاني حاجة بقى مهمة جدا في اللحمة، يفضل ان اللحمة تكون لسه مفرومة فريش، ده بيدي نتيجة حلوة جدا للحمة وبيخلي الكفتة بتاعتي لونها فاتح. هنضيف لها ايه بقى؟ اللحمة او الكفتة المظبوطة مش محتاجة اكتر من ملح وفلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، زودوا كمية التوابل او قللوها زي ما انتوا عايزين. حابين تضيفوا مكونات بهارات تانية ضيفوا، بس الاساس هما دول، ويمكن كمان رشة كمان من جوزة الطيب. هنحتاج كمان 3 معالق كبيرة من البقدونس، ويفضل يكون مفروم ناعم جدا عشان ما يبقاش فيه حتت كبيرة بارزة في الكفتة بتاعتي. هنضيف كمان 3 معالق كبيرة من البصل، برضو مفروم ناعم جدا. انا طحن البصل تقريبا في المطحنة، مش عايزة اي قطع بصل تبقى بارزة في الكفتة بتاعتي، ودي خطوة مهمة عشان تديكي شكل الكفتة بتاعت برة. عمرنا ما نشتري كفتة من عند الحاتي ونيجي ناكلها نلاقي فيها قطع بصل ظهرة. اخر مكون بقى هنضيفه هو البيكنج صودا، وده المكون اللي هيخلي الكفتة بتاعتي ما تكشش. انا ضايفة نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا لكيلو من اللحمة بتاعتي. هو مكون مهم جدا، ممكن تستغني عنه ممكن، بس هو بيحافظ على شكل الكفتة بتاعتي انها ما تكشش جامد لما تخش الفرن، خصوصا ان اللحمة بتاعتنا فيها نسبة عالية من الدسم. دلوقتي بقى بايدينا هنبدأ نعجن الكفتة كأننا بنعجن فعلا، مش هندخلها في المفرمة ابدا ولا تفرموا الحاجات مع بعض، عجنوا بايديكوا زي ما انا عملت كده لحد ما الكفتة بتاعتي تبقى ناعمة جدا، تبقى بالمنظر ده بالظبط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ على السيخ بتاع الشوي على عصيان الشيش طاووق كده زي ما انا هعمل. وهنعمل ايه؟ هنبل ايدينا بمية بسيطة جدا عشان اقدر اشكل الكفتة بتاعتي، واقدر كمان تديني شكل متناسق ومتساوي وناعم من برة. انا مستخدمة 2 عصايتين من الشيش طاووق عشان يبقى يعني يساوي شوية عصيان السيخ بتاعت الشوي بتاعت برة. لو عندك طبعا العصيون افضل جدا، هتدي نتيجة حلوة جدا، بس يعني مش هنقف لو ما عندناش العصيون دي، هنستخدم عصيون الشيش طاووق كده زي ما انا عملت بالظبط. وهنبدأ نشكل الكفتة بتاعتي، وحاولي شوية تخلي كل صباع كفتة وزنه شبه التاني عشان في الاخر يطلعوا كلهم متقاربين في الشكل. بصوا بعد ما طبعت الكفتة بتاعتي كويس جدا كده على ستيخ ومسكت كويس، وخدوا وقتكم في تصبيع الكفتة، اي فتحات اضغطوا عليها سووها كويس، ما تبقوش مستعجلين خالص، لان في الاخر ده اللي هيديكي الشكل الحلو بتاع الكفتة عشان تبقى شبه بتاعة المحلات. بس بعد ما سويت صباع الكفتة بتاعي كويس جدا، تاني خطوة بتخلي الكفتة بتاعتي ما تكشش ان انا اعمل فيها زي تكبسات كده على مسافات متقاربة، يعني زي ما انا بعمل كده بالظبط، ده بيخلي اللحمة بتاعتي ما تكشش جامد، زي بالظبط ما بنعمل في البرجر ان احنا بندوس مثلا في نص البرجرية عشان اللحمة بتاعتي ما تكشش. الخطوة دي مهمة جدا، هتخلي اللحمة ما تكشش، كمان هتديها شكل حلو جدا. على شبكة بقى او على صينية او اي حاجة متوفرة عندك، انا استخدمت شبكة الفرن وتحتها صواجع عليها ورق حراري، ورصيت صوابع الكفتة بتاعتي. هندخل دلوقتي الكفتة على نار عالية جدا جدا، اعلى حرارة في الفرن، الفرن يكون متسخن كويس قبل ما ندخل الكفتة، وهنسيبها على حرارة عالية ما بنقطيش النار خالص. توطية النار
هتخلي الكفتة تنزل ميتها وتنشف. كمان انا بحطها قريبة جدا، يعني تقريبا بحطها في اول رف في الفرن خالص من تحت فوق النار مباشرة. بصوا انا حطها ازاي، دي الكفتة بتاعتي تقريبا بعد 10 دقايق انا قللت السياخ بتاعت الكفتة شوية عشان تستوي براحتها وتاخد وقتها. بصوا شكلها بعد ما طلعت من الفرن، في ثواني احنا عملنا كفتة حياتي تجنن، لونها فاتح شكلها حلو، وعايزه اقول لكم ريحتها تجنن. استحاله بعد ما تعملي الوصفه دي انك تشتري كفته من بره ابدا. شكلها حلو ومتناسق. انا مثلا وزنت الصوابع بتاعه الكفته عشان تديني في الاخر صوابع كلها قد بعض. لو مش حابين تعملوا كده والموضوع مش فارق معاكم خلاص اوكي عادي، بس حاولوا شويه توزنوا الصوابع تبقى قد بعض. بصوا الحركات اللي عملناها بايدينا على فكرة بتاع الكفتة، او لو شفتوا الحياتي بيعمل هتلاقوه بيعمل نفس الحركة دي بايده وهو بيعمل الكفتة. شكلها حلو جدا، طعمها حلو جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولي لي رأيكم فيها ايه. ما تنسوش بقى سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا علامة الجرس لو حابين نستمر في عملية الفيديوهات بتاعتنا. ادعمونا واعملوا سبسكرايب، وكمان ادونا لايك وشير واكتبونا كومنت حلو. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة، وباي باي.